السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هنبدأ في دوائر التغذية، وهنتكلم عن ازاي اعمل دائرة كهربية تعطيني جهد محدد باستخدام ادوات بسيطة. يلا بينا نتابع. بسم الله. واحد هيقول لي انا عندي ادابتر، الادابتر ده عن طريقه باخد الجهد اللي انا عايزه. في اجهزة كتير في المنزل بتعمل على جهد محدد، فممكن اضبط الجهد هنا على 3 فولت، 4.5 فولت، 6 فولت، 7.5، 9 فولت، 12 فولت، وعن طريق هذا الجهاز استطيع ان اغذي الاجهزة اللي محتاجها. يكون فيه وصلة ممكن يتم تركيبها مع عدد كبير من الاجهزة الكهربائية. احنا هنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل دايرة تعطينا جهد محدد، وعشان نعمل الدايرة لازم نفهم بعض الاساسيات هنشرحها مع بعض. التيار الكهربي نوعين، التيار الكهربي تيار مستمر وتيار متردد. التيار المستمر الرمز بتاعه DC، والتيار المتردد الرمز بتاعه AC. التيار المستمر بيكون الجهد والتيار في قيمة ثابتة، ولناخد العلاقة هنا ما بين الفي والتي. يبقى اذا العلاقة بين الفي والتي بيكون التيار في الجهد فيه قيمة ثابتة. اما التيار المتردد بيكون متغير الشدة ومتغير الاتجاه في كل لحظة حسب التردد بتاع التيار اللي عندنا 50 هرتز، يعني في الثانية الواحدة بيتغير اتجاهه 50 مرة. الكهرباء اللي عندنا في المنزل كهرباء تيار متردد. طيب الجهاز اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي ده بيعطي تيار ايه؟ بيعطي تيار مستمر، فانا محتاج احول من تيار متردد الى تيار مستمر، ده رقم واحد. طيب قبل ما احول من تيار متردد لتيار مستمر انا محتاج اخفض من 220 فولت التيار المنزلي الى 12 فولت مثلا، او 9 فولت، او 5 فولت، حسب الحاجة اللي احنا محتاجينها. اللي هيقوم بعملية خفض الجهد هو المحول او الترانسفورمر. ده ترانسفورمر صغير وهوريك بعض المحولات. لاحظ كده دي مجموعة من المحولات الموجودة عندي، مختلفة في الحجم، بالطبع بتكون مختلفة في قدرة. ممكن تكون كلها 12 فولت، لكن هذا المحول يتحمل تيار اعلى من هذا، وهذا يتحمل اعلى من هذا، وهكذا. يبقى كل ما زاد حجم المحول كل ما زادت قدرة المحولة، فيجب ان تختار المحول المناسب للجهاز اللي هتستخدمه. فمثلا جهاز بيعمل على 500 ملي امبير، يعني نص امبير، هتحتاج محولة صغيرة. محول اخر بيعمل على 2 امبير، هتحتاج محولة اكبر. محول اخر يعمل على 6 امبير، 10 امبير، هتحتاج محول اكبر، وهكذا. فاحنا في الدائرة الكهربية اللي هننفذها احنا محتاجين فقط نص امبير، هنستخدم المحول الصغير. احنا مش هندخل في شرح تركيب الترانسفورمر ونظرية عمله، لان هو بيعتمد على ظاهرة الحس الكهرومغناطيسي. هنرسم رمز المحول عشان نفهم الدائرة الكهربية اللي احنا هننفذها ازاي. هنا التيار متردد AC 220 فولت، وبيكون القلب بتاع المحول بنرمز له على هيئة شرايح مخططة بالشكل ده. وبعدين بنرسم الملف الثانوي. يبقى المحول عبارة عن ملف ابتدائي وملف ثانوي. هنا بيخفض لي الجهد حسب ما يتراءى لك. انا محتاج 5 فولت، انا محتاج 12 فولت، هيبقى الخارج بتاعي 9 فولت تيار ايضا متردد. يبقى اذا الداخل بيكون تيار متردد والخارج بيكون تيار متردد. يبقى المحاول بيقوم بعملية خفض للجهد فقط من 220 الى 9 فولت متردد الى متردد. يبقى ممكن نقول هنا في المرحلة دي من AC الى AC، تحويل من AC الى AC. لتحويله الى تيار مستمر بتستخدم حاجة اسمها القنطرة. القنطرة وهي عبارة عن 4 دايودات يتم توصيلهم بطريقة معينة هنشوفها مع بعض. ممكن نستخدم الدايودات من النوع 1N4007، ويمشي معايا برضو 4001 او 2 او 3 لغاية 7. الدايود دي بيكون في خط فضي هنا بيدل على ان ده الكاثود، والجزء الجسم الباقي بيكون هو ده الانود. بجيب الاتنين كاثود مع بعض بالشكل ده وببدأ اربطهم سوا. وبجيب الاتنين انود مع بعض، الاتنين دايود التانيين، واربطهم سوا. ده
بعدين بوصل الطرفين دول بالطرفين دول، بربطهم سوا مع بعض كده، يبقى انا كونت قنطرة التوحيد. الطرفين دول بيمثلوا لي الدخل اللي داخل هنا، يبقى اذا هيكون الشكل بالشكل ده، وهذا يمثل قطب موجب وهذا يمثل القطب السالب. انا دلوقتي عملت عمليه تخفيض للجهد من 220 الى 9 فولت متردد، ثم قمت بعمليه تقويم التيار، يعني توحيد التيار، يعني جعل التيار يمر في اتجاه واحد. عند النقطه دي التيار اللي بيكون هنا موجود بيكون تيار متردد، وعند النقطه دي التيار اللي بيكون تيار متردد. هنيجي نوصل الاثنين ديود بالشكل ده، وده بيكون الطرف الموجب اللي ناتج. كده تم تقويم التيار تقويم موجي كامل، ولكن بيكون شكله موحد الاتجاه ولكنه متغير في الشدة. من اجل منع هذا التغير في الشدة يتم توصيل المكثف وليكن 1000 مايكرو فاراد، ويصبح هذا الطرف السالب ويصبح هذا الطرف الموجب. وايضا بالنسبه للمكثف، هذا مكثف 1000 مايكرو 35 فولت، وهنا ده طرف الدخل. طرف الدخل ده هنوصله هنا على البريدج ريكتفاير، وهناخد من الطرفين دول الى المكثف. بعد كده احنا عملنا دايره توحيد، خفضت الجهد من 220 الى 9 فولت، وبعدين قمنا بعمليه توحيد التيار وتنعيم التيار بالمكثف. لحد كده الامور طيبة وكله تمام، ولكن لو ضفنا دايرة التقويم بتاعت التيار مع دايرة التنظيم هيبقى الشكل بتاعها كده. بس كل هنعمله هنوصل طرف الموجب مع الموجب بتاع دايرة التنظيم، والطرف الارضي مع الارض. في تحسين كمان ممكن نضيفه هنا، ممكن نضيف لمبة اشارة عبارة عن ليد ومقاومة. هنضيفه فين؟ انا بفضل اضيفه هنا بعد دايرة التقويم على طول، عشان ما يسحبش اي قدرة من القدرة الناتجة بعد عملية التنظيم. طب يا جماعة عايزين نحسب قيمة R هنا، احنا قلنا هنا 9 فولت. لو قلت الليد بياخد 3 فولت هيتفضل على المقاومة 6 فولت، يبقى انا عندي الـ V بتساوي 6 فولت من قانون اوم، وعندي قيمة الـ R مجهولة، وشدة التيار اللي بتغذى بيها الليد المفروض تكون 20 ملي امبير. هنطبق في قانون اوم ونحسب قيمة R. R بتساوي V على I. R بتساوي 6 فولت على 20 في 10 أس ناقص 3. هنطلع قيمة R بالآلة الحاسبة على 20 في اكس بي سالب 3 هيساوي 300 اوم، اقرب حاجة 330 اوم، وهي دي اللي انا استخدمتها، مقاومة 330 اوم. الR هنا ممكن تبقى فوق الليد او تحت الليد، مش هتفرق كتير، هي بتحد التيار اللي مرر في الخط ده بس وخلاص. بس كده تبقى الدايرة اكتملت، وتعالوا نشوفها مع بعض. هذا المحول اللي بيخفض الجهد من 220 الى 9 فولت، داخل بعد كده على البريدج ريكتفاير، الاربع ديود اللي شرحنا كيفية توصيلهم. ممكن استخدم بريدج ريكتفاير جاهز سبق واتكلمنا عنه بدل الاربع ديود. بعدين تم تخفيض الجهد من 220 الى 9 فولت ولكن ما زال تيار متردد، يقوم البريدج ريكتفاير بتوحيد التيار وتقويمه وتحويله من متردد الى مستمر.
ثم يقوم المكثف بعملية التنعيم. لغاية كده احنا معنا 9 فولت تيار مستمر. بالنسبة لمنظم الجهد الخطي ده شرحناه في الفيديو السابق، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. وهو ببساطة عبارة عن 3 اطراف، طرف منهم الدخل، الطرف اللي في المنتصف هو الارضي، الطرف الاخر هو الخارج. بنوصل مكثفين، مكثف 220 نانو فراد ومكثف 100 نانو فراد ومكثف الكتروليتك 10 مايكرو فراد على الخارج. زي ما تحب انت دلوقتي عايز تخفض الجهد من 9 فولت الى 5 فولت وتثبته على 5، بتضع ريجوليتر 7805. تعال نقيس ونشوف الجهد الخارج هيكون كام. لاحظ 5.1 فولت. هنفترض ان انا عندي محول 24 وعايز الجهد الناتج هنا يكون ثابت على 12 فولت، هستخدم هنا ايه؟ هشيل نفس الدايرة الكهربية ونفس كل شيء، لكن هشيل الريجليتر وهضع مكانه 7.8.12. واحد عايز 15 فولت يبقى 7.8.15. طب واحد يقول لي هنا 24 فولت، ممكن استخدم ريجليتر 24 فولت. سبق وشرحنا الكلام ده وقلنا لازم يكون الجهد الداخل اعلى من الجهد الخارج بمقدار 2 الى 3 فولت. لا يفضل استخدام محولة كبيرة، يفضل استخدام محولة قيمتها وقدرتها قريبة من القدرة الناتجة. فانا هنا مثلا عايز 5 فولت، استخدمت محولة 9 فولت. لو انا محتاج 9 فولت، انا عن نفسي افضل ان انا استخدم محولة 12 فولت عشان يعطيني 9 فولت، وهستخدم 7.8.09. بخصوص الرموز اللي بتبقى قبل 7.8.09 كله نفس الرقم، ولكن الرمز اللي في الاول فيه LM وفي رمز اخر L، في رمز TA وفي رمز اخر AN وهكذا. ده بيرجع الى الشركة المصنعة. فمثلا التوشيبا بيكون TA، الباناسونيك بيكون AN، الMC بيكون موتوريلا وهكذا. احنا ما يعنينا هنا هو القيمة 7.8.05، 7.8.012 وهكذا. الان اي واحد عايز دايرة تنظيم جهد بكل سهولة ممكن يستخدمه. في نقطة مهمة جماعة عايزين نقولها، انا ممكن استغنى عن هذا الجزء تماما واستخدم دايرة التوحيد دي مباشرة لتغذية دايرة بتعمل ب 12 فولت. غالبا بعض اغلب الاجهزة بيكون فيها منظمات من الداخل، فانت هتعمل تنظيم من الخارج وتنظيم من الداخل الجهاز، فلا داعي للتنظيم مرتين. لكن انت دلوقتي عايز دايرة 12 فولت فقط، محولة، قنطرة توحيد، مكثف، وتوصل الطرفين الى الجهاز المراد تشغيله. دايرة بسيطة وسهلة. انا دلوقتي عايز اشغل كاسة سيارة داخل البيت. في بعض الناس بتحب تشغل تسجيل العربية في البيت وتعمل له تحويلة. ببساطة هتجيب محولة لا تقل عن 2 امبير، لان كاسة السيارة بيحتاج تيار عالي. المحولة هيكون حجمها اكبر مع قنطرة التوحيد مع مكثفة، وكل ما زاد قيمة المكثف كل ما زادت عملية التنعيم وكان التيار الناتج احسن وافضل. يبقى انت هتستخدم مثبتات الجهد لما تكون محتاج لها. هنلحم ليد الاشارة بتاعنا. دلوقتي الدايرة مكتملة. لو جيت وصلت هنشوف الليد وهو بيضيء، ده ليد الاشارة. الدايرة الكهربية دي يا جماعة شكلها طبعا مش هتكون كده في الناحية العملية. ممكن تلحمها على بوردة بالشكل ده وتجمع اجزائها بالطريقة اللي احنا شرحناها هنا، بحيث تستخدمها في تغذية اي جهاز انت محتاجه بعد كده. اتمنى ان يكون الفيديو واضح، واي سؤال ممكن تكتب في التعليق اسفل الفيديو. الى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.